كاين بعد كاين دار واحد جبت معاه طبعا تجولنا في ميدان الاتحاد كيف ما وريناكم بكري تو في على اطلال ميدان الاتحاد وعلى الطبيعه الخلابه. طبعا كموضح انا في الصوره عندك الحجر الرومانيه القديمه الاثريه، فمناظر الحقيقه يعني جدا رائعه وجدا ممتازه وطبيعه خلابه الحقيقه يعني. وشكرا. احنا شباب من بنوليد قمنا بزيارة إلى مدن ليبية عديدة، اليوم حط بنا الرحال في مدينة تتميز بأثار، مدينة تتميز بتفاصيل جميلة جدا جدا تخطف العيون، مدينة شحات، مدينة شحات من المدن الليبية في الشرق الليبي. الحقيقة لو نتكلم على مدينة شحات يعني مدينة رائعة جدا جدا بكل تفاصيلها، حفاوة الاستقبال طبعا في مدينة شحات كانت رائعة جدا، أهل مدينة شحات يتميزون بالجود والكرم. عدا عن ذلك أن مدينة شحات تتميز بتفاصيل أثرية رائعة جدا جدا، زرنا المدينة الأثرية وتعرفنا على معالم أثرية كثيرة داخل مدينة شحات، ولازلنا مكملين طبعا رحلتنا بإذن الله تعالى إلى مدينة طبرق ولغير المدن، طبعا درنا، بنغازي، سوسة، رح نجولوا في الشرق الليبي. طبعا رسالة من شباب بنوليد ان احنا نزرع التواد والتراحم بين شباب الليبيين باذن الله تعالى. حقيقة يا بيدي يا ناس حقيقة.